ما هو الفرق بين المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة؟ المنخنقة اختلف العلماء في تفسير كيفية الانخناق، وهي ببساطة التي حبس نفسها بحبل أو بغيره حتى ماتت مخنوقة. المتردية هي البهيمة التي وقعت وتردت من شيء مرتفع كالسطح أو الجبل أو في حفرة أو في بئر وماتت بسبب السقطة. أما النطيحة فهي التي تناطحت مع أخرى وماتت بالانتطاح، وذلك كتناطح الغنم بعضها بعض والبقر بعضها بعض، فإذا ماتت بسبب المناطحة فهي النطيحة. أما الموقوذة فهي التي ضربت بالعصا أو بشيء ثقيل حتى ماتت من قوة الألم، وكذلك البهيمة التي ضربت بالمطرقة على جبهتها أو رأسها لتدوخ وتقع على الأرض ليسهل عليهم ذبحها. فإذا وصلت إلى حد أنها فقدت الحركة الاختيارية لأنها صارت في آخر رمق وصارت حركتها كحركة المذبوح، فهذا لا تحل لأنها لو تركت دون ذبح لماتت. وما أكل السبع؟ السبع هو الذي يفترس بأنيابه أو بمخالبه، فلا يجوز أكل ما تركه بعد أن قتله من طير أو حيوان. فإذا أصاب الحيوان ومات بسبب إصابته فإنه يكون ميتة لا يؤكل.